بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم. الفيديو صورتكم في نفس اللقطه اللي بغيت نعمركم حتى سنيتي حاطه لكم نتوما خصيصا لبنات القناه، وبغيت نعطيكم هنايا هاد المعن ديال اتاي هادو حبيباتي عليهم. هادي ما تشروهمش، هادي الجاج انا حاولت باش نجيبها الجاج، ولكن هادو كيطيحوا لهم راسها وتا وهي عاوتاني ترست كيطيحوا. واخا ما ديري لها الكوله عيط الله ما ديري لها كترجع كطيح، ما تشروهمش كنصيحه. هذه اول نصيحه في هذا الفيديو حبيباتي الغاليات. بغيتكم نعطيكم واحد الخلاصه ديال شهر رمضان، النفقات الماديه. نتمنى من عند الله سبحانه يقبل منا الاعمال الصالحه، الصلاه، قيام الليل، الدعاء، الصيام، الصدقات، كل ما درنا في هذا رمضان يتقبل من الله. بغيتكم حبيباتي الغاليات تدعوا معايا كامل، الله يرضي على وليداتي وليدات المسلمين اجمعين، ويرضي لي منيتي، يرضي على منيتي في هذا رمضان. يعني هناتني بزاف 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 في الاواخر ديال رمضان، ما بقيتش كندخل معاها الكوزينه نهائي. هناتني الله يرضي عليها ويرضي على منياتكم كاملين، ويرضي على وليداتي وليداتكم. حبيباتي الغاليات بغيت نعطيكم الخلاصه ديال النفقات ديال رمضان. احنا دابا هنا كنتكلموا على الخلاصه ديال الماديات في رمضان. صاحبيباتي ديال النفقات ديال رمضان، كما قلت لكم انا والوالده ديالي وخالتي وبنتي، حنا اربعه الاشخاص. ولدي كان عارفين يقرا برا، الوالد ديالي مشى لطنطان ال 11 يوم الاولى في رمضان، صامت معنا الوالده وخالتي. من بعد كانت معنا خد الزوج ديالي، وكان يعني دائما تقريبا اربعه الاشخاص، كنا دائما على مائده الافطار حنا اربعه. الهدف غنعطيكم مصاريف ديال اربعه الاشخاص كامله، بالمصاريف ديال الهريل، اللحم، الحوت، الدجاج، الحليب، كل شيء شحال نفقت فيه 1448 درهم. نفقات ديال رمضان بالخضر، بالفواكه، باللحوم، بالهري، بكل شيء، العصيرات، بكل ما هو حاجه نفقتها في رمضان ديال غادي نقول خار، ما فيهاش الغاز، الغاز ما فيهاش الصابون الماء، يعني مواد التنظيف والغاز ما داخلهاش هنا، اما الاشياء كامله داخلتها والعطريه. غادي نعطيكم حبيباتي بالتفصيل، هانتوما تشوفوا 1448 درهم المجموع. غادي نعطيكم دابا حبيباتي الهري شحال، شنو اللي جبت وشحال جبت. كاين اشياء شريتها في رمضان، وكاين بعض الاشياء قليله اللي شريتها قبل من رمضان. غادي نعطيكم هنايا، وكاين الاشياء اللي انا ما شريتها غادي نقولها لكم، ولكن ما غنعطيكمش الثمن ديالها لاني ماشي انا اللي شريتها. المهم حبيباتي اللي انا استهلكت في المواد اللي كتجي من الهري 621 درهم، 621 درهم الاشياء اللي كتجي من الهري. غنحصي لكم هذه الاشياء دابا حاجه بحاجه. الحمص حبيباتي استهلكت كيلو نص رمضان كامل 27 درهم كيلو. الفول كيلو واحد ب 10 دراهم. التمر استهلكت 4 كيلو في رمضان كامل 160 درهم 4 كيلو. الشريحه اللي هو الكرموس المجفف او الشريح او التين المجفف جبت منه 2 كيلو 120 درهم. جبت ديال تركيا، زوين وغالي هو ولكن زوين بزاف. الجبن استهلكت 4 الباكي ب 36 درهم. الجبن اللي عرفتو الجبن جبلي اللي كنديرو في نعمرو به البطبوط، الكريب المعمر بمالح، بزاف الاشياء كنستعملوه بزاف الاشياء، وكنحطوه هكاك مع زيت الزيتون ومع شويه الزعتر مرات ونحطوه هكا. البيض استهلكت 2 بلاطوات ب 50 درهم 25 درهم للبلاطو. فارينة الفورس 4 كيلو 16 درهم 4 كيلو 5 كيلو ب 20 درهم. فاش كنقسم 4 كيلو كطيح لنا ب 16 درهم. الفينو استهلكت 2 كيلو في رمضان كامل حنا 4 الاشخاص ب 11 درهم. هذا الدقيق ديال القمح الكامل 3 كيلو استهلكت في رمضان 16 درهم. دقيق الشعير كان او الزرع، دقيق الزرع نعدل به الحساء، حنا نعدلو الحساء الاحمر، بكيلو واحد جبت ب 4 ديال الدراهم. الفرماج الاحمر محكوك جبت نص كيلو، انا شريت كيلو وحده فيها ماشي كيلو 900 غرام، قسمتها على طحنتها قسمتها على جوج، نص ديالها استهلكت في رمضان كيدير 35 درهم. النص ديالها يعني 500 غرام تقريبا 35 درهم. الزبده 200 غرام اللي استهلكت في رمضان كامل ب 5 دراهم ونص، يعني 110 درهم.
سنيده استهلكت كيلو واحد بخمسة دراهم. السكر ديال القالب استهلكت قالب واحد فيه جوج كيلو بعشرة دراهم. زيت المائدة استهلكت إيتر واحد، لأن كما وريتكم في الروتين الأول ديال رمضان الفطور قليت السردين، كنقليه قليت السردين شي جوج مرات والباقي كنديرو غير في الفران، كنديرو في الطاوله الفران بالخضر. هاد إيتر ديال الزيت ما كنديروش في الحريره، كندير غير الطويجين، وكنديروا المخبوزات هكا نقرص به المخبوزات شي حاجه، يعني إيترو ما بقى فيه واحد شويه، بقى ليا واحد شويه ب 10 دراهم. مطيشه ديال البواط جبت وحده عائشه هي الزوينه ب 17 درهم. القرقع جبت كيلو قبل رمضان ب 90 درهم، استهلكت منه شويه، كلينا منه شويه قبل رمضان لانه فاش كنجيو الوالدين ديالي لشتو، و 500 غرام استهلكتها في رمضان، يعني نص كيلو استهلكته في رمضان ب 45 درهم. الخميره ديال الحلوى 10 الباكي و 4 دراهم استهلكتهم في رمضان. الخميره ديال العجينه الباكيه الصغيره استهلكتها كدير 5 ديال الدراهم. اتاي استهلكت نص كيلو 35 درهم. الكاشير استهلكت منه 3 ديال برا، جابته معاه الوالده من بلجيكا، ما درتلوش الثمن ديالو. الورقه 500 غرام جابتها لي الوالده، انا عندي الورقه في المجمد ولكن هذه جابتها الوالده، ديك المربعه اللي شتوني درت بها لينيم ودرت بها البريوات، عامرين عامرين بالشعريه الصينيه وبالفرماج وبالطون. المهم كدير جابتها لي الوالده، ما درتلهاش الثمن ديالها. القهوه رابعه ديال نيسكافيه استهلكت في الشهر كامل، لاني انا بوحدي اللي كنشرب القهوه في الدار، استهلكت رابعه، جابتها الوالده من برا ما درتلها الثمن. الفطر الشامبينيون كان عندي في بيت الخزين، استهلكت جوج علب كبارات، ما درت لهمش الثمن يعني نسيت الثمن ديالهم، ما مسجلش عندي ونسيتو. والشعريه الصينيه استهلكت واحد الباكيه، ما درت لهاش الثمن يعني حتى هي جبتها شحال هذا ما عرفاش الثمن ديالها. هاد الجوج الحوايج ما درت لهم الثمن، الشعريه والفطر اللي هو الشامبينيون. القهوه جايتني من برا، الورقه جاتني من برا، والكاشير جاني من برا، ما درت لهمش الثمن. يعني كل هاد المصاريف هذه 621 درهم حبيباتي ديال رمضان. طبعا هنايا كاين عندنا التمر، كاين عندنا الشريحه، كاين عندنا الجبن، كاين البيض مضاعف، يعني هنايا الحوايج اللي زدتهم انا على الشهر. الفرماج درت منه بزاف، نص كيلو بزاف ما كنديروش في الايام العاديه. طوماط كونسونطري تقريبا ما كنستهلكش في الايام العاديه، درتها هنايا استعملتها للبيتزا الا كنتو حضرتو معايا، ودوك الشنيكات المالحين، ودرت منها الحريره فاش تفتحت لي، يعني فتحتها درت من الحريره. اما انا راه مصاوبه مطيشه في الدار، هذا الكونسونطري كنضيف منها الحريره ديالي. الفول والحمص حتى هما ما كنجيبهمش في الايام العاديه، هادو الاشياء. دقيق الزرع ما كنجيبوش في الايام العاديه. شنو هو هادو هما الاشياء، الورقه وسمو والقرقع حتى هو ما كنستعملوش، يعني هادو اشياء زايده على المصاريف العاديه ديالنا ديال الهري. هذا بالنسبه للهري. نجو دابا للخضار والفواكه. الخضار والفواكه طبعا كما كتعرفوا في رمضان كنقول عصيرات بزاف، كنستهلكوا الفواكه شويه بالزايد. استعملت في رمضان كامل كيلو واحد ديال الخس ب 12 درهم، الخس كان غالي حبيباتي. الخيار جوج كيلو بستة ديال الدراهم، ثلاثة دراهم الكيلو. خيزو جوج كيلو بستة ديال الدراهم، ثلاثة دراهم الكيلو. مطيشة استهلكت ستة كيلو في هاد رمضان. هاد ستة كيلو هادي فيها اللي معلم في الدار، يعني انا في رمضان كامل شريت يلاه جوج كيلو، ولكن حطيت لكم الحساب ديال اللي انا معلبتها في الدار بنفس الثمن، يعني كنت مصاوبتها. وديك اللي كتكون معلبه في الدار كتستعمل كتسهل كدير فيها بزاف ديال المطيشه باش تطحنيها وكلشي، باش تولي كونسونطري مركزه باش الحريره. يعني تقريبا 6 كيلو ديال المطيشه اللي او الطماطم اللي استهلكت كل الشهر في رمضان، منها اللي معلبه في الدار ومنها 2 كيلو شريتها. يعني حطيت الحساب ديالها كامل درت 330 درهم ل 6 كيلو. 2 كيلو ديال طوماط سيريز او مطيشه صغيره 2 كيلو ب 5 دراهم، 2 دراهم ونص الكيلو. هنايا هاد الايام كانت كثيره في النص ديال رمضان، كثيره موجوده ورخيصه وكتعطي الطعم للحريره زوين حبيباتي. انا دايرتها معلبتها في القراعي الحريره، كتجي زوينه في الحريره، ولكن هاد 2 كيلو اللي جبت كنا غير هكا نطيبها في المقله مع شويه ديال البقدونس وشويه ديال الزيت شويه ديال التوابل، وكنحطوها كتجي رائعه مع الفطور.
مع البطبوط كنغمسوها هكا فيها البطبوط زوج. بطاطا حبيباتي 2 كيلو في الشهر كامل، درت منها الشوربة ديال البطاطس، درت منها مع الحوت في الفران شي 2 خطرات في الطاجين. 6 دراهم 2 كيلو، 3 دراهم الكيلو. البصلة 2 كيلو ب6 ديال الدراهم، البصلة كنت شريتها من قبل رمضان هي وبطاطا حبيباتي. راكم عرفتوا بحالاش كنخزنها، ما كتخسر ما كتضيع. الكرافس جبت منه 4 ديال الرباطي رمضان كامل داوني ب6 ديال الدراهم. البقدونس جبت منه 6 ديال الرباطي داوني رمضان كامل جوج ب6 ديال الدراهم، 4 ب6 ديال الرباطي. البنان او الموز جبت منه 2 كيلو رمضان كامل ب16 درهم، 8 دراهم الكيلو. قطعت منه واحد الكميه درتها في المجمد كنهزها وكنطحن منها في العصير، والاخر كان في الايامات الاولين قطعته يعني جديد في العصير. التفاح جبت منه 3 كيلو ب30 درهم، 10 دراهم الكيلو. الليتشين او البرتقال او الليمون جبت منه 3 كيلو ب12 درهم، 4 ديال الدراهم الكيلو. درتو الايام الاولى كنطحنوا نعصروا للوالده، كانت ما تبغيش العصير فيه السكر لان يعني عندها السكر. الدلاح جبت 3 ديال الدلاحات، الرابعه كانوا عطاوها لي دار مسابي هي واحد المنونه. المهم غنحسب لكم هذاك اللي شريت انا 3 ديال الدلاحات ب 65 درهم المجموع ديال الحساب ديالهم. 3 ديال المنونات ب 45 درهم، كيكون شويه الثمن ديالو غالي وخاصه في رمضان لان ما جبتو حتى رمضان. لافوكا قبل رمضان كنت شريت 4 ديال الحبات، درت منهم النهار الاول في الجوالي ديال العصر، بقاو عندي منهم لان جاو يومين 3 قبل رمضان، بقاو عندي منهم. دخلتهم في رمضان وكان عندي شي حاجه مجمده، يعني المجموع ديال لافوكا غادي تكون استعملت كيلو، درت لكم الثمن ديالو هو 35 درهم. واحد الكيلو ديال الفريز جبته غسلته قطعته جمدته كندير به العصير ب 13 درهم. الفلفله الخضراء والحمراء حبيباتي ما وزنتهاش في الميزان، اخترت واحد الكميه اللي تديني رمضان كامل وجبتها وقطعتها درتها في المجمد 15 درهم. يعني الخضراء والحمراء ما بينهم واحد الكميه هكا كبيره داتني رمضان كامل وباقي شيطه عندي. حامض السيترون درت جبت 2 كيلو قبل رمضان ب 16 درهم، 8 دراهم الكيلو. درت منهم الكونسونطري وخليت منهم شي حامضات استعملتهم في الاشياء الحوت اللي هكا درتهم مع الحوت. البيطراف جبت منه غير واحد الكيلو، كان عندي العصير ديال البيطراف في الثلاجه في المجمد مع الليمون اللي راني دايرته في القناه كيجي رائع مع الخيزو ومع ليتشي. وانا جبت واحد الكيلو درناه للسلطه في رمضان كامل 4 ديال الدراهم. الزيتون الاسود جبت منه واحد الكميه ب 10 دراهم، ما عبر انا اشتغل عيني ميزاني كيدير ليا قد هكا كديرو 10 دراهم. الكورجيت جبت منه واحد الكيلو، داك الكورجيت الصغير درتو مع الحوت في الفران شويه وشويه درتو في الطويجين ب 3 ديال الدراهم كيلو. هاد الخضر وهاد الفواكه داتني رمضان كامل حبيباتي. هنا كاينه اشياء بزاف زايده بحال يعني هنا كاين لافوكا، كاين الفريز، كاين الاشياء اللي ما كنجيبهاش في الايام العاديه، يعني زايده على المصروف على المصروف ديالنا. يعني عندي 347 درهم ما بين الخضر والفواكه لشهر رمضان كامل 4 الاشخاص، الا قسمناها على 4 87 درهم للاسبوع ما بين الخضر والفواكه، مع انه راه الفواكه كانت غاليه في هذا رمضان. جوزو من اللحم والحوت والدجاج ولادان عندي فيهم كاملين 320 درهم، الا قسمناها على 84 درهم للاسبوع شهر رمضان. هذه الكميه غادي نحصي لكم دابا ما كنستعملهاش في الايام العاديه، يعني حنا في الايام العاديه ما كنديروش بزاف لا يعني كنديروا واحد شويه على الكميه صغيره ما كنكثروش منهم لان اصلا ماشي صحيين وشويه على البسطام ديالنا. المهم عندي هنايا 4 كيلو ديال السردين هادو كنجيبوه، هنا كانوا زايدين فيه كيبيعوا غير ب6 ديال الدراهم، هنا كان ب10 ديال الدراهم الكيلو في رمضان لان جبتو في رمضان 40 درهم 4 كيلو ديال السردين. جبت 2 كيلو ديال الباجو 15 درهم الكيلو، 30 درهم 2 كيلو. جبت داك الحوت عرفتوه داير ما عرفتش حوته كبيره دايره بحال هكا تيان، قلت له قطعها ليا، قطعها جا فيها كيلو زوينه مهبره بيضه سميتها الاناناس، اناناس ما هذا هو السميه ديالها، قال لي السميه ديالها. واحد الكيلو ب 35 درهم
راه درت لكم منها واحد النهار في ما عرفت واش صورتها ولا ما صورتها في شي فيديو. المهم هذا قليته وكنديرو في الفران. جبت جوج دجاجات، دجاج ما شريتوش في رمضان، كان عندي من قبل رمضان مجمد في المجمد، جايبته وكنغسلو وكنقي، راه كاين في القناه بحال توصلوه وتنقف وتصاوبو، وكنقطعوته ومشرملته. حسبت لهم تقريبا 65 درهم جوج دجاجات كبارات. هاد الدجاج حبيباتي درت منه هاد جوج دجاجات، طيبناها في الطاجين مره في الطاجين، مره في الفران، وكندير منه في الحرير. يعني هاد جوج دجاجات استعملتهم في الحريره وفي هكا العشاء، وما كنحطو مع الفطور، حنا كنحطو كلشي في الفطور وكيبقى. حبيباتي جبت 400 غرام ديال لادان، الهبره ديال لادان ب 20 درهم، عمرت به البطبوط البيتزا عفوا، ودرتو في يعني كنديرو به شي حاجه هكا، شي حاجه معمره. جبت اللحم كيلو، واحد الكيلو ديال اللحم ديال الجمل ب 70 درهم، وجبت كيلو ونص ديال الطون كنت جبتهم قبل من رمضان. كتمشي عند في المارشي ديال الحوت كتشوف لي تكون مقطعين شي طون كبير، كتقول تهزي الطراف الزوينين. المهم درت كيلو ونص ب 60 درهم، ولكن قبل رمضان ومعلبته من قبل رمضان، وكيجي زوين. هو اللي كنعمر به البيتزات، كندير به الشنيك، كنعمرو به، كندير به البريوات لينيم، يعني عطا الله ما كنديرو به. كيلو ونص باقي عندي منه الحمد لله. هادو المواد ديال الحوت والدجاج واللادانت واللحم. غادي ندوز هنايا الحليب واللبن والياورت. هنايا عندي الحليب درت 4 لتر في هاد رمضان، هادي غير اللي صاوت بها الياورت ديال الدار، 4 لتر و8 ديال العلب ديال الياورت، عجنت منهم هاد الياورت المسوس، عجنت منه المخبوزات ودرت منه باش نصاوب الياورت ديال الدار. كيترو ديال الحليب مع الياورت مع ديال هذا ديال برا ديال الناتور مع سميتو شويه ديال النيدو، كيعطيكم كميه كبيره ديال الياورت ديال الدار، كتديني اسبوع كامل للسحور. هاد وجبت 20 لتر ديال اللبن، 5 لتر للاسبوع ديال اللبن ديال البقر، كيدير 6 ديال الدراهم الليتر حبيباتي. خاطر وزوين يعني ممخوض، هنا كيجيبوه من البوادي القرى اللي حدا قلميم، وفي ديك باقي فيه الزبده ديالو زوين ب 120 درهم. جمعت الحساب ديال، انا ما كنجبتهاش مره، كنجيب كل اسبوع بيدو 5 لتر، وكان وجمعتهم عطاتني 120 درهم. جبت 8 ديال دانون كما قلت لكم او ياورت ب 16 درهم. هاد الياغورت والحليب واللبن وهاد اللحم والدجاج والفرماج ولادانت والطون عطاوني 320 درهم، المجموع ديالهم 320 درهم حبيباتي. هادي هما الاشياء اللي استهلكنا في رمضان. غادي هنايا زايد عليهم الشباكيه كيلو وسلو كيلو، ماشي انا اللي يعني شريتهم القوام ديالهم، الوالده ديالي هي اللي شرات لهم القوام ديالهم، صاوبناهم. كيلو شديتو انا عندي ديال الشباكيه، وكيلو ديال السلو شديناهم في الدار، هما اللي استهلكنا في هذا رمضان. يعني المجموع ديال هذا الحساب هذا 320 درهم، دي ما بين الدجاج الحوت لادانت الطون الحليب اللبن والياورت 80 درهم للاسبوع. بالنسبه حبيباتي الحليب اللي كندير في المخبوزات، والحليب اللي كنحطوه انت مع الشكلاط ديال مع الفطور، لانه انا كنشرب القهوه ديالي كحله، الوالده ديالي كتشرب كاس الحليب، حتى هي كتشرب كاس ديال الحليب نيدو، كنصاوبوه. العلبه ديال نيدو كانت مفتوحه قبل رمضان، لهذا ما درتلكمش الحساب ديالها. هذاك الحليب اللي شريت درت منه غير الياورت، اما الحليب اللي كنفيضو ونحطوه بلاصه مع القهوه وهذا راه ما سميتو من نيدو، ونيدو مفتوح شحال هذا وباقي تبارك الله فيه، يعني غيكون نستعمل منه ماشي حتى رابعه، يمكن تقريبا غتكون لي غتكون استعملنا في رمضان كامل من المخبوزات ومن اللي شربناه مع الفطور. نتمنى حبيباتي هاد الاسعار تفيدكم، واني بكم وراني نحبكم كاملين.